رجعت لكم بعد الفاصل. صينيه القرع الجميله بتاعتنا في الفرن بتستوي، وما تنسوش اهم حاجه يا جماعه ما تحطوهاش تحت الشوايه، احنا عايزينها تاخد وقت في الفرن. القرع هينزل برده سنه ميه لانه مسلوق، ويتشربها ويبدا يكرمل كده، ونرفعها بقى على الشبكه فوق شويه علشان تحمر. لو في الحاله دي متاكدنا انها استوت كويس نفتح الشوايه، لكن ما نفتحهاش تحت الشوايه من الاول زي اي بشاميل عادي. دلوقتي انا هعمل لكم مكرونه، مش هعمل لها صلصه يعني طماطم معصوره، لا هحط كل حاجه فيها متقطعه. عندي مكرونه وعندي ميه هحط فيها ملح، ومكوناتها عباره عن الوان. عشان نسلق المكرونه وتطلع معانا حلوه لازم الميه تكون كتير. هحط المكرونه اللي عندي وهجيب معلقه واقلبها. اهم حاجه بس اقلب المكرونه حلوه اول ما احطها. ممكن بس يعني نوارب الغطا بس عليها شويه كده، اول ما هلاقيها هتفور هشيله. مكوناتي ايه؟ عندي طماطم، كميه الطماطم اللي هنستعملها في صلصه يعني نص كيلو مكرونه بياخد تقريبا كيلو طماطم صلصه، يبقى هقطعه مكعبات رفيعه. وهجيب جزرايه وهقطعها حتت كده هو زي عدان الكبريت اتخن شويه. وهجيب فلفل اي لون بنحبه، بنحب الاخضر نحط، بنحب الاحمر نحط، الاصفر نحط، عايزين نحط الثلاثه نحطهم، هي الهدف ان يكون فيها فلفل وفيها جزر وفيها طماطم يعني فيها خضروات. عندي فلفل حامي وعندي ثوم مفروم وثوم صحيح وصلصه وليمون، وطبعا هيكون في ملح فلفل. ومهم قوي بقى في الخلطه دي نحط كميه يا اما بردقوش يا اما كميه زعتر، هو ده الطعم المميز للخلطه هنا. وهنحط مشروم يعني كده القيمه الغذائيه بتاعتها مكتمله. عندنا النشا جوه المكرونه الماده النشويه، وعندنا الخضروات موجوده قدامنا، وعندنا كميه بروتين موجوده في المشروم، يبقى من غير ما عملنا لحمه ولا فراخ عندنا بروتين وتغيير، نوع من التغيير، والولاد بيحبوا التغيير. بصوا انا عايزه اقطع المشروم حتت كبيره تبقى باينه وحتت صغيره تدوب كده في الصلصة وتدي الصلصة طعم جميل، يعني عايزة يبقى فيه كده طعمين للمشروم، طعم قوي ظاهر لما تيجي في بقنا حتة مشروم، وطعم يكون نازل جوه الصلصة. عشان كده أنا هقطع المشروم حتت كبيرة وحتت إيه صغيرة. حبة كبار وحبة صغيرين عشان ايه؟ يبقى فيه كده اندماج لطعم المشروم مع الحاجة، الصغير ده هيدوب مع الأكل والكبير هيفضل واضح. نحطهم هنا وبسخن الطاسة، ومش ناسية المكرونة هشقر عليها، والطبخة هنا كلها هتتعمل بزيت، ويا سلام لو كان زيت زيتون، يعني اللي يحب زيت زيتون يعملها بزيت زيتون. عندي هنا الزيت، وهجيب الثوم وهنزله وهبدا اشوح. اول حاجه هحطها تتشوح مع الثوم الفلفل الاخضر، يعني الفلفل بصفه عامه، عشان عايزاه طعم الفلفل ينزل مع طعم الثوم، وهو دوت بقى اللي يغلف كل الطعوم مع بعض. الريحه مش قادره اوصف لكم جمالها. هحط فصين مستكه معاها برضو هيحلوها جدا، اي حاجه بتتشوح في زيت او زبده لما بيتحط معاها مستكه بتبقى حلوه قوي. وطالما بنشوح وهنحط بردقوش يبقى من البدايه نحط حبه، لانه ما بيخليش الزيت يتاكسد، يعني يقاوم اكسدة الزيت شويه، وكمان هيدي طعم حلو من البدايه. دول هيدوا طعم لكن هيروح طعمهم، فهنحط بقى في الاخر كمان. هحط الجزر الريحه قد ايه جميله، ووجبه نعملها واحنا واقفين بسرعه، بس هنبقى عملنا فيها كل القيم الغذائيه. عايزه ابص كده على المكرونه، ما ننساش المكرونه واحنا واقفين.
هنزل بقى هنا اهوت بالمشروم. ما انزلش بالمشروم لما احس ان الطاسه رجعت سخنت تاني، لازم تسخن تاني علشان المشروم ما ينزلش ميته. انا عايزاه مش هو اللي ينزل ميه، انا عايزاه هو اللي يمص. طالما حطيت المشروم هحط عصير ليمون، هحط ربع كوبايه عصير ليمون، هيدي بقى المشروم كده هيمصه وهيبقى له طعم جميل بيليق قوي معايا. هحط في الوقت ده الفلفل الحامي، مرضتش احطه من الاول علشان ايه يعني مش عايزاه ينزل حميانه قوي. بصوا بقى انا حاطه ثوم مهروس، بس عايزه دوت اللي هو بينكه لي الصلصه، بس انا عايزه طعم الثوم جوه الخضار زي ما انا حاطه خضار احط ثوم. فهجيب فصوص ثوم كده مثلا كام فص واقطعهم رقيق جدا واحطهم. دولت بقى وهم بيتاكلوا مع الخضار بيبقوا هم نفسهم ليهم طعم، مش هم نكهوا الاكل، لا بقوا هم الثوم يعني هم نكهه، نكهتهم موجوده فيهم لان احنا ما حمرناهمش، احنا حطيناهم بس كده استووا مع الحاجه. الحاجه عندي هنا اتشوحت حلو جدا، اروح نازله بالطماطم. انا هنا عايزه بقى الطماطم تسخن معاهم كده وتنزل ايه العصاره بتاعتها فيهم، بس تفضل محتفظه بقوامها كطماطم. هديها شويه ميه سخنه بس عشان تنزل، تساعدها على انها تنزل، وهحط معلقه صلصه. هنا بقى واحنا بناكل المكرونه هنحس احنا بناكل قطع حاجات معاها، قطع خضروات جميله معاها، يعني قد ايه هي وجبه جميله وملونه وتبهج العين، يعني تفرحنا كده وتبهج قلوبنا قبل ما ناكل. انا بحب اي حاجه تفرح زي الاطفال. هحط بقى ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط بردقوش، هحط كميه بقى، انا جايبه بردقوش عشان احط كميه، هفرك كميه كده عليه او زعتر اللي تحبه، وهحط رشه بهار صغيره جدا، انا مش عايزاها تغمق بس عايزه القط نكهتها، رشه بسيطه بس كده، وهقلب وهسيبها على النار تغلي كده مع نفسها. انا مش هغطيها لسبب، مش عايزه البخار ينزل على الطماطم ويهريها، انا عايزاها تبقى هي الصلصه كده. بصوا المكرونه كده اطفي عليها واغطيها، دايما المكرونه نطفي عليها قبل ما تكمل سواها ونغطيها ما فيش كده دقيقتين. هروق بس المكان هنا هوت عشان اجهزه لمين؟ لصينيه القرع. همسح هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الحتت اللي تركزت فيها الكريمه احمرت اكتر، ولو تلاحظوا حمرها من الجناب في زي سنة كرملة كده اهو، دي ما بنلاقيهاش في المكرونة بالبشاميل، بنلاقي الحمار بيبقى فيه اختلاف. وبعدين هنا بصوا يعني الوش طري مش ناشف، يعني هتلاقوها طعمها رائع بإذن الله. وانتوا برضو لما في البيت هتكونوا بالهداوة وهتسووها هتطلع أحلى كمان ما أنا مسويها هنا. دلوقتي بقى هطفي هنا اهوت على الصلصة، انا هاخد المكرونه هجيبها هنا، هاخد المكرونه على طول على الطبق اللي انا هعملها فيه. بصوا المكرونه لما بتستوي على الهادي بتبقى حلوه، يعني تغلي الميه وحطوها وقلبوها كويس ووطوا عليها وسيبوها تستوي على الهادي.
بصفي بس شويه كده منها هنا. عشان يبقى سهل عليا اخد الباقي واحط. اشيل حلة المكرونة كده واجيب احط شوية من الصلصة عليها على الجزء اللي هنا وارجعها تاني، وهقلب الجزء ده كده. بحب الصلصة تبقى موجودة في كله، بس ما بحبش اقلبها على النار، يعني بحب احس بطعم المكرونة شوية وطعم الصلصة شوية. واصفي واحط، واحط بقى بقيه الصلصه كلها على الوش. انا ما بقدرش بصراحه امسك الحله وهي مليانه ادلقها مره واحده، فبحب اخد حبه بحبه كده واحطهم في الطبق واحط عليهم الصلصه بتاعتهم كده. خلاص خدنا كمية المكرونة، اجيب بقى بقية كمية الصلصة. هقرب المسافات عشان الصلصة ثقيلة قوي على ايديا بصراحة. وايه رأيكم بقى في اطباقي اللي عملتها لكم النهاردة؟ شفتوا سهلة وخفيفة ازاي وجميلة وكلها فوائد وقيم غذائية؟ لو عجبتكم وصفاتي زوروا موقعنا واستنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا.